اليوم كلمتنا ليلى. صباح النور يا ليلى. صباح النور. شنو احوالك يا ليلى؟ الحمد لله. انت لاباس؟ الحمد لله. اليوم تونس الكل تحتفل باليوم الوطني للباس التقليدي، وليلى تحتفل باليوم الوطني لعيد ميلاد كريم. ايوه كريم اللي هو شكون؟ نعم كريم اللي هو شكون؟ حبي وخطيبي. واش بدا انا حبي؟ الله الله بالضبط والله. باهي دونك قداش عندكم مكتوبين؟ انا ثلاث جمعتين. جمعتين كهو. اي باهي ما مازالوا. قداش عندكم مع بعضكم؟ او فيسا فيسا يا شتي جاني 7 سنين تتبع فيها. باي ان شاء الله ربي يهنيكم يا ليلى. مثالك يا ويلة. شنو بعدكم حتى نهاري؟ لا لا بيان شو ربي دوم العشرة يغزر. هي كي تبدأ العلاقة كيما هكا وقوية من نولها، ان شاء الله يا ربي يكتب لكم كان الخير، وان شاء الله نفرح بعرسكم على قريب. زاد ما تطولوش برشا في الخطوبة، اقصدوا ربي عرسوا ديريكت ان شاء الله. جمعة كاتكوت يا ستي جاني. ايه كاتكوت. واحد وثلاثين 329 كلمونا بشاركوا معنا انتم زادة في الديديكاسيون. يا سيدي يطلبوا لي يا سي كريم، احكيوا لي على سي كريم. يلا شوي على كروما، تقول له كروما. كروما دايما ما يحبش برشة تقنقين، وهي ديما تمرش فيه بالتليفون وتقنقن عليه، ديما يقول لها سايبني نخدم على خاطر تجا وما يحبش يقلقها بالتليفون. حاسين له تعرف شنو الحكاية، ديما يشوفها هي عنده برشة وما نجمش يحكي معها. كيما قال تو قعد 7 سنين يتبع فيها هو حشام، حتى لين نهار طاح بالفيسبوك نتاعها. صار يعرفها عنده مده ما حاشم باش يكلمها يتبع فيها. ايوه ما حكاش معها. حتى لين طاح بالفيسبوك نتاعها وبدا يحكي معها وخبرني حاجتي بيك. قالت له باهي باهي هكا هو. منها عاد ولات قصه حب كبيره. ان شاء الله ان شاء الله ربي يدوم العشره والمحبه اللي بيناتهم. شو يخدم سي كريم؟ يخدم ميكانيسيان في جراج تغير عليه برشا من البنات نتاع الفيسبوك. ايوه دي زاميه قالت لك ماذا بيا كان والله. كيفاش يا ليلى الحكايه ذي؟ بونجور عزيزتي. بونجور عزيزتي يا ستي جاني. بونجور عزيزتي في وقتنا تعني برشا حوايج. اكيد تحت البونجور فما لاكريس. نورمالمون فايق هو الصباح اكيد. اي قولوا لي ما هزش التليفون على خاطر، يقولوا لي ما هزش التليفون. قلت له تم كلمك اني مع غير باكي. قالوا باهي يقولوا لي شيء ما هزش التليفون، تليفون يسوني ما هزش. ما عادش عنا برشا وقت يا ليلى. شوف الغنيه احنا حضرناها وباش نعديوها ونسمعوها. ما فات شيء لله. ديديكاسيون تي تلقاها تو سويت موجوده على الباج اوفيسيال على الفيسبوك. تبعت له الغنيه وتسلمنا عليه برشا داكوردو. يلا ليلى اسمع شنو حضرنا لك. يلا ارجع لي قص علي الغناء. معنا التليفون. الو الو صباح النور يا سي كريم. صباح النور يا راجل. شنو احوالك؟ الحمد لله والله. الزعمه لفاتك الترين ويا صاحبي تو والله. اما هكا سبحان الله عندك الزهر اليوم، بما انه اليوم 16 مارس واليوم عيد ميلادك، دونك ما ينجم يكون كان عندك الزهر في نهار كيما هذا. هكا ولا سي كريم؟ هكا. يا سيدي مرحبا بيك. انا اسمي وائل العامري من اذاعه كنوز اف ام، وانت معنا على المباشر. معايا ليكيب الكل ومعايا ستي جاني يحبوا يسبحوا عليك. صباح الخير يا سيدي. مرحبا يا سي كريم. يا سيدي انت معنا اليوم الصباح في البرنامج على خاطر عنا ليك مفاجاه خاصه بعيد ميلادك. خطيبتك ليلى كلمتنا وحبت تهدي لك الغنيه هذية والكلام اللي في الغنيه هذية. ركز معايا واسمع. يلا كريم طيب وحنين ومخزين نموت عليه،
هو الخطيب هو الحبيب واليوم عندي هدية لي في عيد ميلاد نقول لك يا روحي Happy birthday to you كروم أغلى إنسان حبك يا روحي Happy birthday to you كروم سبت اللي فات عملنا الخطبة إن شاء الله يهنيني ويهني عمره كريم 25 خطيبي وروحي نموت علي في العيد ميلاد نقول لك يا روحي Happy birthday to you كروم أغلى إنسان حبك يا روحي Happy birthday to you كروم نهدي الكريم هدية ربي يحييك بخير ويخليك ليا مثالش استحمل تقنقين شوية نحبك ديما معايا ولاهي بيا وكيف يكلموك بنات الفيسبوك نتجنن منهم راني نغير في عيد ميلاد نقول لك يا روحي Happy birthday to you كروم أغلى إنسان تحبك يا روحي Happy birthday to you كروم أمشى وأمشى شمعة زادة السنة بالله بالله شو تقولوا بالشفاء ساري معك على الشفاء والليلة جوك أحلى خلنا اللوب شوية غناء ولا أصحاب الكل أهلا Happy birthday طفي الضوء اللي أحلى عبي كيش قدوات من شبع قدوات البر وفي الانترنت بواتا مبلع مساجات خمسة كنت بالأفلات نهني وفي كل جبات Happy عيد ميلاد إن شاء الله كل عام وانت حي بالف خير يا كريم حي بالف خير